أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم فتح الحساب في البنوك الربوية بدون أخذ الفوائد عليها؟ فتح الحساب من أجل الإيداع فقط هذا يجوز للضرورة، إذا ما وجد مكان يحفظ فيه نقودا يخاف عليها من السرقة والضياع، ولا وجد مكان إلا البنوك، يجوز أن يودع فيه إيداعا للحساب. وأما الإيداع للاستثمار فهذا حرام، الاستثمار اليدوي هذا حرام ولا يجوز. أما الإيداع من أجل الحفظ هذا جائز للضرورة، لحدود الضرورة.